الإعلامية اليوم الوطني للصحافة في عيدها التاسع الذي يصادف 22 أكتوبر من كل سنة، بعدما تم إغراقه في 2013 في رمزية لتعزيز حرية التعبير وتخليد بتاريخ صدور أول عدد في جريدة المقاومة الجزائرية سنة 1955. الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني، ونذكر بالمناسبة أن أول طلب لإقامة اليوم الوطني للصحافة كان بندوة نقاش في منتدى جريدة الشعب في ذكرى إحياء تحطم طائرة الوفد الجزائري بالفيتنام في 8 مارس من سنة 1974. فاليوم الوطني للصحافة جاء كاعتراف بتضحيات أجيال من الصحفيين الجزائريين منذ الثورة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال والبناء والتشييد، مروراً بالعشرية السوداء فالتعددية كلها مراحل عكست تضحيات الأسرة الإعلامية كل عبر منبره. فمنذ 2013 ذهبت الدولة خاصة والمؤسسات الإعلامية الرسمية على إحياء هذا اليوم كمناسبة وطنية يتم فيها تكريم الإعلاميين، فكل عام والصحافة وجميع الإعلاميين بألف خير. وبهذه المناسبة يتفضل السيد والي الولاية في كلمة بهذه المناسبة.